قالت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن الرئيس السيسي وجه بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية وتذليل أي عقبات في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة للمدير التنفيذي لشركة انفست جو مصر للاستثمار بالولايات المتحدة وعضو بمجلس النواب الأمريكي. وقد أكدت نبيلة مكرم خلال اللقاء الموافقة على رعاية وزارة الهجرة للمعرض الذي ستنظمه الشركة بالولايات المتحدة تحت عنوان انفست جو اكسبو، نظرا لأهمية تنظيم فعاليات محترفة للترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية بمصر.